يوم من الأيام يمشي بالمدينة تلقاه واحد قال له أنت البقرة؟ قال الإمام سلام الله عليه يسمونني باقر العلم. كل الناس يسموني باقر العلم. قال له أنت ابن الطباخة؟ قال له تلك حرفتها، وعيب المرأة تطبخ، شغلها بالبيت شنو؟ تغسل الملابس وتطبخ، هاي تلك حرفتها، ما بيها باس. قال له أنت ابن البذية؟ البذية يعني هاي العدل لسان طويل تشتم ورايح وجاي، ها؟ قال له إن كنت صادقا غفر الله لأمي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. مع العلم أم الإمام الباقر سلام الله عليه من المتبتلات العابدات. أي أم بنت عمة الحسن فاطمة. زين، فقال لي إن كنت صادقا غفر الله لأمي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. وقف هذا طويل، قال لي شوف والله الذي لا إله إلا هو ما أوقفتك استهانة بك، أنا ما وقفتك أستهين بقدرك، بس أنا ما أخذتني التربية، أنا شامي وما أخذتني التربية الأغاليط، يعني ما أخذتني الدعاية ما ضدكم، ما أخذتني الأخبار تصوير إلكم، أردت أن أختبر أخلاقك، وجدتها أخلاق أهل الدين وشيمة أهل اللين، أشهد أنكم حجج الله على خلقه، هذا موقفك غير عقيدتي كلها.